إمام البخاري سيرة ديسي أما تاريخ ديسي وإن شاء الله وحيا يعني هل كان كسو قادم دونا هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه والمقتدى به كيل قدينا يوهي في أوقاته وقت قيس والمقدم كيل هرمر يوهي على سائر أضرابه وأغرانه رقي دأدي ساها يوضن وقت قيسها يوضن بلغ هرمري وكتابه صحيح كتاب كيس اللي إلى هذا يعني صحيح البخارينا أجمع العلماء وحيك إجماع على قبوله وصحة ما فيه كتاب كاس إنو يهي مثل أقبلي وحكو يالو دن أي صحيحيهين وحل إلى هذا الصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري البخاري وكذلك سائر أهل الإسلام ذاتك مسلمين تهوردن باكو إجماعي كتاب كيس صحيح نمدي سوي ولد البخاري إمام البخاري والا دلي وردشي رحمه الله ببخارى مقال هذا اللي يدعوه كردرسي في ليلة الجمعة 13 من شوال بشا شوال ليس دحية وانتا يهبين جمعه دشي سنة 94 بقول سقاشا إيا أفر مركي أهيد هجردو أيو دشي وأقرني اللبات لمات كيسي ورش المحدثين تقرني اللبات بإهايين وقتها وحينا وبدن كودو دشيهن يا قرنك صدحات بلو قيسي وروحوا علم عن حديث ادو فافي هو قرنك صدحات وهجرة ومات ابوه ابيه بعد دنتي وهو صغير سقوا يربو ابيه دنتي هو البخاري فنشا ابو برباري في حجر امه هو يدي بو هو يدي با سوكرسيو هو يدي دبتيدو كو برباري انا سقوا اغوم بو هاي سقوا يربو ابيه دنتي هو يدي با سوكرسيو فألهمه الله إلهي باكو إلهامي حفظ الحديث حديث كحفظ انتساء إلهي كو إلهامي وهو في المكتب مركو يرائي ومكتبة لقني يعني وما العامد أما الدكسي مركو كجر يا سقو ير يا حفظ يعني لو إلهامي صفحة الشنات ويا وقرأ الكتب المشهورة وقرأ أو أغري الكتب المشهورة كتبت يعني علماء وويدين إسلاحيين وردن بو أسوغو ير أغري وهو ابن 16 سنة لحية منجر أسوغو أبو كتبت بدن إن بدن كودي حفدي بو حتى قيل وحال يري أنه كان وحوها يحفظ مد حفدي وهو سبي 70,000 حديث سردا أسوغو ير أولي غانقار أما غانقار كي وقتيها ونكتيسها كله أيو تدوات كن أحاديث بو حفظ سناء سردنجر إتو دريري صوب الله يو دريني وحج وحجي وعمره 18 سنة سيدي يتمجر أسوأه حجي فأقام بمكة مكو كن قادي يطلب بها الحديث مركو حجك يميد مكو إسكجو أسوأ حديث كبرني ثم الرحالة وررتي بعد ذلك مركو دي مدبرا وحرم كجوغي او عيب مشايخ دي واويني دي مكجوغتي وعلمك كقاضي يو هادانا بحيو سوى وريقي او الى سائر مشايخ الحديث بل الله ماشي لغو شاقرين عالم وعلم وحديث كي يقانب وقررنيا وآذيا في البلدان مقالوين كوردن التي امكنت اي اسورو دي الرحلة اليها وصعون كريم بل الله ماشي وقاري كالوردن بقررتي عراق بوتقي شام بوتقي مصر بو علي ووريغي انت اصد وكتب وقري وكده يسوي علم حديثك كقاضي عن اكثر من 1000 شيخ كن شيخ كبدا بو علمك كقاضي كن شيخ كبدا اي علمك كقاضي كريم
والرواع عنه أسجن وحاكور خلائق وأمم خلائق أدو فربناني أمم أدو بدن بعلمك كغالي كوري وقدر والخضيب البغدادي الخضيب البغدادي وحو وري عن الفردي الإمام الفربي وحو كوري أنه قال وحو يري سمع صحيح واحد دقيسي كتابك يعني من البخاري كتابك صحيح البخاري قال لي هذا وحكى دقيسي من البخاري معي أنا معي نحو 70,000 أنا أمر كان البخاري كغادي وكان دقيسي كتابك صحيح البخاري وحرق إلى دقيسي دقيسي ينبر تضوات كن لم يبقى منهم أحد غيري dadkaas yani way wada tagen buuleeyahay yani qofan aniga ahayn hadda kama joog lam yabqa minhum ahadun ghayri waqad dakhala baghdad baghdad bu soo galay 8 marat 8 goor bu baghdad yimid oo cilmiga u dalbay oo mar u baxay mar soo noqonay hadana wa fi kull minha markasu baghdad u yimaado yastami'u lakul may bil imam ahmad imam ahmad bu lakul yulakul may fa yahudduhu ahmad إمام أحمد حكوب بوريني على المقام ببغداد بغداد إنه اسكجوه ويلومه حكوب دقالي يعني على الإقامة بخراسان خراسان جوجد أجوبت اسكبع في بغداد جوج بوريني إمام أحمد إمام كوينها لقدا بإمام أهل السنة وقد كان البخاري وحوها يستيقظ في الليل هبين كيبو سوتو سجري من نومه هرددس فيوقد سراجا فينوست شريا ويكتب الفائدة فائدة قرية فوائدة علمك تمر بخادره قلبك يسكسر عيس فإن كي مركو جوغو يعني قلبك يسا علب وحبا حكمت علمي كسر عيس قلبك يسا يعني كو فينوست شريا وقرية ثم يدفئ سراجه مركاسه هدنا دمينيا ثم يقوم مرة أخرى وأخرى مركلو هدنا وحي كسر عيس قلبك يسكسر بحسن بهدنا قرية وينوثب هذا الدمين مركل هذا وعلى عيكو سوى دعاب وقرية حتى يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة لما تنجر بهبيك لقيا بأن تساقع في نوست الشيطة وقوح قرأينه هذا الدمين وهذا الدمين وكان وحوى قد أصيب بصره إنه سأيا الله أصيب يؤوه إن دبالي وهو صغير أسوى يربو إن دبالي فرأت أمه هو يذيب وحي أرتك الريوت إبراهيم الخليل عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبي إبراهيم بكل ريوت هو يدي فقال وحي لنبي إبراهيم يا هذه تني قودني قد رد الله إلهي وسوع لي على ولدك ولدك بصرك بصره ويلك إلهي إنه وأسوع لي بكل النبي إبراهيم بكثرة دعائك دعاء لأدد دعين سبغنان تأذي أو قال وحوي ببكائك أوهنت أوهي سدرت أوهي سبا إلهي كوكونا حريصو ويلك إلهي ما إني أسعلي فأصبح واجب أبري وهو بصير واجب مركو مركو هذيك الرؤية لا أردتي سوح مركو واجب برينا إنيه سوا عادي قال البخاري وحوي فكرت وانفكر فإذا أنا قد كتبت وأباني وقري في مصنفاتي كتبت لي نحو من 200,000 حديث لبب قل كن حديث مسندة وسند كودي للرأيه يعني مسند أول وكان يحفظها كلها لبب قل كن حديث نوحي بسنة كركو كشعيج دخل مرة مربو صوغل إلى سمرغندا سمرغندا أيو صوغل فاجتمع وحا أسو أروري بأربعمائة أفر بقل من علماء الحديث أفر بقل وعلماء الحديث علم الحديث كآد إيا قانية يا مركو سمرغندي ميت أخبارتي سأل الله ياد إما بخاري نكا بيشو تقبل الله ياوي أفر بقل يعني علماء الحديث كآد إيا قانية هاسو كل مي به إمام بخاري بي لكل من فركبوا وحي إسكوريين أسانيد وأدخلوا إسناد شامي في إسناد العراق وعلى انتحام يا حديث ميساء نيانو سنة أحاديث إزدوان مريان علماء الشام يعني مركي أحاديث اللي ورنا بلدان تالو وريا أهل الشام يعني أهل العراق أهل الحجاز يعني مشايخ ذا سنة كودة والقرية يعني سنة بيليه
مركا سي وحي سنحقليين أسانيد يعني فركبوا الأسانيد أسانيد ما اسكدرين وأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإزدوا مريانو أحاديث العراق لقوا وريو لن سندك الشام بيكحرين كوي إسنادك الشام لقوا ورينا سندك العراق بيكحرين وخلدوا الرجال رقب اسكد حدردرين في الأسانيد وجعلوا ويا المتون الأحاديث أحاديثا متنقة إذن على غير أسانيدها متنقة وحال إذا حديثك اللفظ قيسة وهذا الرسول كيري صلى الله عليه وسلم متن الحديث بالي أنتم نبي وقال سند كان وحال إذا رقب ورينا يا حديثك هبل باوري هبل بوكوري هبل بوكوري هبل بوكوري صحابي هبل بوكوري نبي بوكوري كانوا حال إذا سند كحديثك مركا حديثك سند كيسي قادين كاكل يساريا كان سند كيسي سو قادين كان يساريا سألوا إنت حامي ثم قرأوها على البخاري حديث وصدا إسود ومرسم بإمام البخاري كد الأقرين أيان وأفر بقلون ومحدثين وآت علمك حديثك أوي قانا ودقيسان أيان كل من كان من كل أركبه انت سو حديث بوطا وكد الأقرين أيان من كل أركب انت سو حديث بوطا وصا إسود ومرسم وكد الأقرين أيان كل وسكوة دقيسان أيان مركي كل بعد ولا بقيت ونبي عجائب توه حكم إذا حديث كمركي الله شيخه ما هي حديث كاسم الله كأساس إساس وكلمة راية أفرت بقول الشيخ ما نول بوح وهي أبو كدر جيس مركز وحال مرة كل بعد قوم الجواب يعني وصاب اللعب مركز صاب اللعب فرد هو علي كل حديث إلى إسناده حديث لا أرك سنة كيسبو علي حديث لا أرك سنة كيسبو علي وقوم تلك الأحاديث أحاديث يضب توسي كلها وما تعنت عليه فيها أحاديث أي أصدق يعني أولد جيدين ويسكوا تحذريين يكل يعني كالعلي ولم يقدروا ميسا أوود أن يعلقوا عليه سقطة في إسناد أو متن هل قف إن يكون قبتها ويكوين قف أما سنة كحد جيسا أما حديث كمتن جيسا لفظ جيسا والله قرر مالك علم الحديث إن له قدم بأيه الله قرر وكذلك صنع في بغداد بغداد مالك وصوق علينا ساسا الوسم العراق وقد ذكروا وحي شيئين علمدي تاريخ إمام بخاري قرر أنه كان ينظر في الكتاب كتاب كسيدة أؤيا مرة واحدة فيحفظه وحفظنا إياه من نظرة واحدة كتاب كساس أصوق علي ساس أفيرنا إياه المرة كل كتاب كذا وصل الله يا واحد ذي حق ودقة واحد زين يا والأخبار عنه في ذلك كثيرة أخبارته اللي جو ورني يعني أريه هذا أبي أبديه وقد أثنى عليه وحى أمانه إمام البخاري علماء زمانه زمن فيس علماء الدكتور ضم بأمانه يا وأقرانه رجدا أديسها فقال إمام أحمد وحي بن حنبل رحمه الله ما خرجت خراسان مين صوصار مثله أسوأ كله سواء كان كما سواء بحن يعني بلد يعني إغلمتاز وقال علي بن مدني وحيري لم يرى البخاري بخاري نفتي سموسا أرق مثل نفسه أسواء كلمون أرق وحسواء كلا مو أرق ولقي شيخ يسيب أرمي علي بن مدني مشايخ يسيب كملا علم كقال وقال إسحاق بن راهوي وحيري لو كان هدو أهان لها في زمن الحسن حسن بصر الزمن في سهدو جوي لها لاحتاج الناس إليه دقوا ويؤباهن لها في الحديث حديث يؤباهن لها حسن بصر تابعي وينزلن في سهدو جوي لها دقوا ويؤباهن لها إمام بخاري في الحديث ومعرفته وفقه يؤباهن لها وقال أبو بكر ابن أبي شيبة وحيري ومحمد ابن عبد الله ابن نميبة وحيري ما رأينا مثله بخاري وكلمان أريقوليا وقال علي بن حجر وحيري لا أعلم مثله أسوى كلمة أجئين جره وقال محمود بن النضر بن سهل الشافعي وحيري دخلت البصرة بصران تجي والشام بان تجي والحجاز والكوفة بان تجي ورأيت علماءها علماء يدي وضمها لك الميت كلما جاء مرء الله مركو يمال ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فضلوه على أنفسهم علماء انت أنكو ريغي ولك سن لكل مركي محمد بن اسماعيل سوق هذا مجيس وبخاري ويفضل يعني نكاس قد داي لي وحلم دمله
وقال الفلاس وحي لكل حديث حديث كله لا يعرفه البخاري وبخاري أوسن قرنين فليس بحديث حديث ماها. وقال أبو النعيم وحي لأحمد بن حماد هو فقيه هذه الأمة ومدى المحمدية فقيه هذه. وكذا قال يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ساسوي. ومنه وحكم ذا من فضله في الفقه والحديث فقه حديث قد كفض له كهر مريجر على الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوي لولا إمامه اللي يقاني ومشهور كأها يبقى قاركوت كفض له يبخاري بألي مهر مريجر. وقال قطيبة بن سعيد وحيري رحل إلي وحائي مدبور من شرق الأرض وغربها خلق. وشيخ وين بوها قطيبة بن سعيد أيا إلي إيماني فما رحل إلي إيما صررني إيما إيمان مثل محمد بن إسماعيل البخاري نكاد لم يدوك لإيما إيمان انت ضد إيمان علمي قاضي. وقال وحي المرجع ابن الرجاء فضل البخاري بخاري وفضل بطي على العلماء فضل البخاري بخاري فضل جيسو على العلماء وكفضل بديه كفضل الرجال على النساء رجو سيها وينك وكفضل بديه يعني في زمانه وين والزمن كيسي بالله عليا. وأما قبل زمانه مثل زمن الصحابة وتابعين فلا ما زمن الصحابة وتابعين ده لما تابعين كره لكن وحي كذب به إمام بخاري رجع وقف اللي بنيه سيد رجع دمر وقف اللي بنيه. وقال وحي يري شيخه يعني مرجع ابن رجاوي هو آية من آيات الله تمشي على الأرض وآيات الله آيات كيسة كمية بالبخاري بركي لفيري هاي اللي إنك أنت سو حديث إله أنت حديثي يدش كي وهو البكر ككايو وآية ومعجزة وحلا يا أبو آيات إله كم ذوي وأرضه كر كذا تصعوني. وقال أبو محمد وحير عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي محمد بن إسماعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا وأقوسنا وأكثرنا طلبا بي إنك نوع علم نوفق بلوي نوع علم بلوي إنك يعني علومتي سأوفق تهوي أقوسنا وحوي نك علمي سأودير يهوي وأكثرنا طلبا للعلم نك علمي قد هندي زنا نك رغب بضموي. وقال إسحاق بن راهوي راهوي وحير هو أبصر مني أصلا إذا أقوم بضم بن محمد بن إسماعيل بيا أقوم. وقال أبو حاتم الرازي وحير محمد ابن إسماعيل أعلم من دخل العراق تذكر العراق سوق قال إنك أو علمي بضموي. وقال عبد الله وحير العجلي رأيت أبا حاتم بن أركي وأبا زرعة تان أركي الله بدي إمامه وهوينا أبا حاتم يا أبا زرعة يجلسان إليه أيقو لفري سنية يسمعان ما يقول بخاري بيكتنك يسنية مش أخذي سوهوينا ركي كور رئيب آهين هذا أنت لفري سنية بيكتنك يسنية علمي سيدي سمنك محدثك وحلل هذا محدث كامل من نقونا يا حافظ من نقونا يا إلا أونك كعلم بدن يا متك كعلم ير يا متك سو كدقيس قف كدأوين يا متك دأير يا متك دأدي ساب إلا علم يا كقاضة محدث كامل من نقونا إنك ولم يكن مسلم ولم يكن مسلم موسى هين يبلغه وكان أعلم من محمد بن يحيى الدهالي بكذا وكذا ساس إرنين مسلم موسى قارين بخاري وحوءها متك علم بضنبها بخاري من محمد بن يحيى الذهلي بكذا وكذا وكان وحوءها حييا بوءها من حشاد بضنبها فاضلا بوءها يحسن كل شيء وحو البونا جنجري. وقال غيره رأيت محمد بن يحيى الجهلي يسأل البخاري أسوى ويدين يعني الأسامي والكنى والعلل أصمالة يكويوينك يعللك حديثك علوينك كجرته أيو ويدين وهو يمر فيها كالسهم إما البخاري هو مريا كالسهم وحي لو ويدية سيدي اللي بكيوك لو مريا يعني كم تجوب سنة كأنه يقرأ قل هو الله أحد قل هو الله أحد أدي له ويدي من جواب يعني كم شكينيس أركب وضع غرنيسا صورة دوا صورة قابا وفق استوى يقان سوما سيدا أي أف ضدها يا وح كستون له ويدي أساس صورة إخلاص أف ضده وف ضده هذا هو الشيء اللي معنا. وقال أحمد بن حمدون وحيري رأيت مسلم بن حجاج بن أركي مسلم بن حجاج وشيخي سكلها صحيح مسلم كلها جاء إلى البخاري بخاري بو إيمانيا فقبله بين عينيه مركز الله بدأ إنه دحوه كان ممكنيا
وقال مركز وحلي ما مسلم دعني إذا أقبل أن نكذ رجليك اللغة أن كان نكذ يا أستاذ الأستاذين مشايخ شيخ هذيو وسيد المحدثين محدثين تسيد كوديو وطبيب الحديث حديث دختر كيسيو في علله ثم سأله وحو ويديني عن حديث كفارة المجلس أي مركا ويديني حديث كي عن كفارة المجلس حديث كيسوي فذكر له علة وعلدي سوى شيء فلما فرغ مركو دميه ما بخاري قال مسلم وحو يري لا يبغضك إلا حاسد لا يبغضك كوما عروض أو كوما نعو إلا حاسد من حاسد باكو نعوي من قال كوما نعوي وأشد وحنقريا أن ليس في الدنيا مثلك أذوك لإنه أدير جوي ساس إمام مسلم أورنا يسدا وقال الترمذي وحي الإمام الترمذي لم أرى بالعراق عراق كما أرق ولا خراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من البخاري حكي قانون البخاري يعني تاريخ ذا هي عللك علوينك هي معرفة السند كحديثك وحكي قانون البخاري وكنا يوما وحنهين عند عبد الله بن منير عبد الله بن منير بن لجوني فقال للبخاري وحويري جعلك الله إلهي وكاية لزين هذه الأمة أمدا قرح دي دي لا إلهي كادق أما الله كادق عبد الله بن منير بن البخاري وحويري جعلك الله الله كاية لزين هذه الأمة أمدا قرح دي دي الله كادق قال الترمذي وحويري فاستجيب له فيه والله أقبله وقال ابن خزيمة وحيري ما رأيت تحت أديم السماء سمده وستيلك وما أرد أعلم وحكي أعلم وحكي قانا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له كحفظ اسبدا من محمد بن إسماعيل البخاري ولو استسقينا ثناء العلماء علماء أمان تيديادان رع الرعن عليه بخاري أمانين في حفظه إيو إتقانه إيو علمه إيه وفهمه إيه وورعه وزهده وعبادته لضال علينا ذلك ونقول لأنه يا مرة ما ينكرنا أما أنت علم هذا بخاري لقوش هذا هذا هو وضنه مرة ما ينكرنا وقد كان البخاري وحوها رحمه الله في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد وحوها من آذو حشوت بلا آذو حشوت بلا حاني حشوتك إيمانك وكم يا مجد الحياء من الإيمان حشود بدن بوها شجاع بدن وقيسي بوها سخي بوها مدق بدن ورع بوها حلال ميرشا بدن زهد قال لقمة قارك زاهد بوها في الدنيا الدنيا وسكة زاهدة وكتلي قال البخاري وحيري إني أنا أقول لأرجو وحن رجينا يا أن ألقى الله إله إنا لكلمه وليس أحد يطالبني أحد نؤس إدل بيني أني اختبت إنا حنتيوي قفنا إنه نهدو إيه قفصاً إن آخره إنا نحنطوه وحكشه يعني أنا نين قفصاً ما ربينا إله إلا كل مبرقين حنا ولي قفح حتى وشي يقول ما شاء الله فذكر له وحلوشه التاريخ إيه وما ذكر فيه من الجرح والتعديل وغير ذلك وحلي العلم الحديث كما كهل ليسي وحكم ذا علمي قيب لي هذا الجرح والتعديل وجرح التعديل كوحوي مركي مشاهد الحديث كورني سلقا هذا ليه يا قوة قاركون نول بسيرة دي سمرك اللي قاشها كين أيو هبل ساسوها هبل ساسوها وحبا اللي قوشها بيها يا تاسو من نقوني سداد أدوح كشها كتبها اللي قوية جرحي قية تعديلك جرحي وحا اللي لها ننكا وعيبت أوليها إيا وحا أوليها تشاكتها جرحي لها إيا تعديله تعديل سوى ننكا فثقوها ساسوها ونهب سنة فقال وحو ليس هذا من هذا دكاس حن معها وواحد دين تكوت على الله حديث النبي عن الدين تحفدين تلا الله إلى لنا يا نين كان سفر يسواح الله شيء نين كانوا وحكم شيء لكن حفظ الدين إلا إلى لي وقف لارك وسكسو قلين تاس الله شيء تاس ولا أجل الدين ما حنول من قانون زحام بفسيرة دي سال شيء فقد قال النبي وحده صلى الله عليه وسلم إذنوا له فبئس أخو العشيرة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يريد سوء استاذ السلام عليكم ادخلوا مسوق قلا ويلي كأمنا عائشة مركا لجو قل لي جو مركا سوء النبي قل إذنوا له سوء إدمور فبئس أخو العشيرة قل الله أسقى أوحن كذا أوحن
markii ninkii waa la soo galbaalay baral markuu soo fariisayna rasuulku uu qaabilay oo uu la qoslay oo ma sha Allah uu soo markaas uu Cabaar ra fadhiyo iska tagay haa rasuulka Ilaahay ninka markuu soo galay waxa tiri biisa akhul xashiira qoyska sasaga oo wax uun baadiri markaad imaateena ma la qosay wajiga aad u furfurtay wax maxaa markaas uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka waxa kamida qaar oo wajiga anagu u qoslaayo quluubtaanaduna ay lacnadaysaa kamid agamido ah marka qofka noocaas oo kaleeta yani waxa uu yahay siiradiisa xuna hadii la sheego oo yani dadka looga digayo xan ma hadas imaan sawa wa nahnu inma rawayna dhalika sadid bukhari sadu rasuulku wadinka sadu ku sheegay buu wa nahnu anagu inma rawayna dhalika dadkaas aan xadiiska warinayo dadka aan wax ka sheegayna waan warin waan warinay riwaayatan baan ku warinay walam nanqulhu ma nasarrin min indi anfusina annaga dhinaca annaga naceeb aan nacebnahay ama xasid aan xasilin qofka kuma ceebaynayne siiradiisu waxay tahay baan soo naqlinaynaa waxay culimadeenu ku sheegeen ma soo naqlinaynaa taas waa diin marka waa diin wey waqad kaana wuxuu ahaa raximahullah imaamu bukhaari wuxuu ahaa allahuna xad yusallii fii kulli layla habeen kasta wuxuu tukan jiray 13 ragca 13 ragcadood buu tukan jiray wa kaana yakhtamu lqur'aan qur'aanku khatimi jiray fii kulli laylatin min ramadaana khitma habeen kastoo ramadaana uu dhammayn jiray qur'aanka marka bisha ramadaan 30 jeer buu qur'aanka dhammaynayay wa kaana lahu maalun jayidun maal fiican buu lahaa yunfiqu minhu siran wa jahran aad buu u bixin jiray maalka xooluu lahaayo markaasuu siran wa jahran ku bixin jiray wa kaana wuxuu ahaa yuksiru sadaqata sadaqaduu badin jiray billeyli wannahaar habeenkiina wuu bixinayay maalinkiina wuu bixinayay wa kaana wuxuu ahaa mustajaaba dacwati dacwadiisa mid la aqbalooha imaam bukhaari musadida ramyati buu ahaa meeshuu ganana wuu la helayay yani wuxuu ilaahay weydiistay yani wey shariifa nafsi buu ahaa naftiisu mid ay wanaagsan tahay buu ahaa bacasa ilayhi bacdu salaadiin madaxdi qaar ka nin ka mid ah ayaa usoo diray adeeg usoo diray liyatiihu inuu u yimaado ii imow buu yidhi xataa yasmaca owlaaduhu calayh caruurtayda xadiidka ha kaa dhegaysteen ninkii madaxdi markaa u ahaa madiinada yaa u yeero wuxuu yidhi kaala ii imow gurigayga imow caruurta yani xadiidka ha kaa dhegaysteen igu akhri fa arsala ilayhi wa u diray warqad adeeg buu u diray fii beytihi alcilmu walxilmu yu'taa cilmiga iyo xilmiga waa loo yimaadaay ma imaadaan iyagu iskama imaadaan cilmiga waa lasoo doontaa daa adigu madax tahay cilmigaa kaa sarreeye soo dalo adigii ciyaalkaagaba imaada baalinimo ku imaada saasaa cilmiga lagu helaay gano gurigayga iska fadhiya halkaa la igu keeno may cilmigu qasad buu kaa rabaa inaad u aadu rabaa u socotuu kaa rabaa ood qofkaad ka qaadaysay la fariisatuu rabaa ood ka soo qaatuu kaa doonaya yacnii in kuntum turiiduuna dalika haddaad doonaysaan cilmigaa doonaysaan iyo wanaagga fahalumuu ilaya ii imaada wa abaa wuu diiday an yadhaba ilayhim inuu u tago wa suldaanu suldaankaas wuxuu ah huwa khaalid ibnu axmed adhaliy naa'ibu daahiriya nimankii daahiriyada naa'ibkoodu ah bibukhaara magaca bukhaara ninkii daahiriyada ahaa yacnii ninkii u joogay buu ahaa فبقي في نفس الأمير من ذلك منك أمير كها حق عقدته أقعد إمام بخاري فاتفق وحوافق أن جاء كتاب من محمد بن يحيى محمد بن يحيى منك اللي إلى ذا ورغت سوقري بأن البخاري يقول وحوليه لفظه بالقرآن مخلوق قرآن كلفظه سوى مخلوق وكان وحوها قد وقع بين محمد بن يحيى والبخاري في ذلك كلام ويسكو خلافين مسألة داس إما هو البخاري إيو محمد بن يحيى وصنف في ذلك وحو كسن في وقت كي سيدة قرآنكم مخلوق وي وقت كي معتزلات وإي فافين إيه دولة الإسلام كان مركا أي أيقو بقى عنت كل دقائنا يعني وقت كي أسوي جو إما بخاري ومركو بدي من دونه كوي سباري وعن وصنف في ذلك كتاب كتاب يعني كتاب خلق أفعال العباد أدومها أفعال شودي فعل كودا يعني خلق مخلوق نمدو أي كتاب وكتاب كوسا بسن بقرة فأراد وحو دوني أن يصرف الناس ضدك يعني محمد بن يحيى أيا قريوي
فأراد وحدون أن يصرف الناس ذاتك إنه كل حي عن السماع دقيسي من البخاري إلى دقيستان. وقد كان الناس وحي هايين يعذبونه عن كوويني إمام البخاري جدا أدويني. وحين وقته رجع إليهم أسر نقضي نثروا على رأسهم الذهب والفضة يوم دخل ببخارى عائدا إلى أهله. مركو مقالة ببخارى كلها بتي ذهب بالسي والفضة فضة يوم دخل ببخارى عائدا إليه. وكان له مجلس يجلس فيه وفريسنجر للإيماء للإملاء إنه علمه يعني لقى قرب بجامعها. فلم يقبلوا من الأمير أميرك كمين أقبل وحي يعني فأمر عند ذلك بنفيه من البلاد. أميرك مركا بخارى وحكو أمره بخارى هل لقي إريه المقالة. فخرج منها مقالة ذي مكبحي ودعاه هباري على خالد بن أحمد كي مقالة حكومي وهباري. فلم يمضي شهر بالكمسو بريني حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى على خالد ابن أحمد على أطان وزال ملكه. أصلاً منك نائبك كاه دولدوها مركز ومقالة يعني معناها مشاس بخارة يعني أميرك كاه هاي مركب حكم كما انت لقى قاده يا وليب اللعيبية والدمير انت اللي صاري بها مقالة اللقسو وريجي والدنبيلة هذا كنت عاد عرفته الوسمي حكم كنا ولقى قاده وزال ملكه. وسجين ولا حباسي الله سوق هذا هذا وسجين في بغداد بالوحري حتى مات حبسك بغداد بقرن دعالي من بخاري وقرعد. ولم يبقى أحد من مباقي النقوني يساعده ننكاس قدتك قرب استاغي أو يعني على ذلك يعني كهرمات وكهرمات ما هو بخاري كو قرب استاغي إلا ابتلي ولا امتحامي ببلاء شديد بلاء يدرم بالو امتحام. فنزح البخاري من بلده بلد كيسيب وكتغي إلى بلدة يقال لها ليدادو خرتن كليداد على فرسخين من سمرغند سمرغندين لو فرسخو جرتها. فنزل عند أقارب بكدر الله بها وجعله حقودة قال يدعو الله إنه إلهي بري يعني يقبضه إليه إنه قبله. حين رأى بركو أركي الفتنة في الدين فتنة الدين تقول إنه مركو أركي إلهي قرآن كمخلوق ويذكر الورد بها أبركي إمام أحمد الله إن سيدي لو قراعي لحبسك الورد ولا مير دبولي أي مدي أردن لحبسك الورد قرأ الله. ثم اتفق مرضه على أثر ذلك على أثر ذلك مركي هو حنون صدي. فكان وفاته ليلة الفدر أبنك عيد الفدر قايور انتي وكان ليلة السبت بأيهين عند صلاة العشاء انتي وصلوا عليه يوم العيد مالك عيد بلوتك بعد الظهر من هذه السنة يعني سنة 56 لوبقوا الكنتني اللحني. وحين ما دفن مر على مركي لدوبي فاحت من قبري جيسا وحكسوا ادقي رائحة أديب من ريح المسك. ثم دام ذلك أياما ما لما إذل بأير يدا سنة إسكي أدقي سمرك اللي دوغي قبر يسي أدقي كسوك عاي. وكان عمره وقع يوما مات 62 لحذن يلا بسا نجد. وقد ترك وحكتك رحمه الله من بعده علما نافعا علم نافع وكتك لجميع المسلمين. فعلمه علم آية فعلمه لم ينقدع مجؤين بل هو موصول بما أزداه من الصالحات في الحياة. علمي جيسي وو صعبا مرحبا وصالحاتك او جيسي الدنيا لمركو جوي او سمية وناقاها ايا يعني حرير سمية وعلمي جيسي وباقي وي مردبا دا علمتي وناك سنية وردن مركا ابنتان وحال امال اني سمانتا اني نوليين نوليين مرحبا وفقا صاحب علمي وحال الحي بعد موته وسكنوا لي هاي بالي وذو العلم حي بعد موته وأوساله تحت التراب الرميم. أسوأ مرة يعني ابنه سيس عيد وصل إنت أصلا إيه كسوة رأيته حتى نوى أنه مركي مقع عيسى الله شيكو إنه مقالة الجوغة المساقف لك سوء قرمي سي إلهي ذكر جيسا قرر يال. وقد قال رسول الله وحي صلى الله عليه وسلم وحي رسولك إذا مات ابن آدم من آدم أدور بنته إن قدع عمله عمل كسوى دؤية إلا من ثلاث علم ينتفع به صدح هذا محاكم إذا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو عمل أو ولد صالح يدعو له. ده علم ينتفع به قفك كتقو يعني عمل كسوى دؤية ساء أم أصعون علم يؤذك براي قرآن يؤذك براي إنت لأغرين قف قفص يبرايو
أجل كيس أساس أصعونية عمل كيس مقاي. وشرده في صحيحه هذا أعز من شرد كل كتاب صنف في صحيح. شرد يعني شرود كتاب حديثك صحيحة أحري وحديثه أحري يعني وشرد أضق بالي أساس كتاب كيس أقول نقضي كتابه صحيح لا يوازنه غيره لا صحيح مسلم ولا غيره. البداية والنهاية يا صور اللي حفيد ابن كثير دمشق ابن كثير يا صور كتاب النهاية البداية والنهاية صور رأيه.